بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاءنا النهاردة مع الإصحاح 16 في تفسير سفر الرؤيا للقديس يوحنا اللاهوتي. نقرأ مع بعض الإصحاح 16 وبعدين نتأمل في الآيات بتاعته آية آية. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جماد غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدث الدمام الخبيثة وردية على الناس الذين بهم سمات الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر، فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى نابيع المياه، فصار دما. وسمعت ملاك المياه قائلا يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. فحدثت أصوات رعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه، وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجذف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. والسبح لله دائما أبديا آمين. هنا في الإصحاح 16 بنلتقي مع الضربات السبع الأخيرة، جماد غضب الله اللي هيسكبها على الهالكين. أشير لهذه الضربات في الإصحاح اللي فات، وقبل كده احنا التقينا بالخطوم السبعة، دي كانت عبارة عن إعلانات عما يقابل الناس. الأبواق السبعة كانت عبارة عن إنذارات، لكن الجماد السبعة هنا اللي التقينا بيها في الإصحاح ده عبارة عن أحكام دينونة ضد الأشرار في آخر الأيام، بعد ما فاض الكيل وتصلف الإنسان وأصر على شره وتحدى الله نفسه. الجماد بقى بتختلف عن الأبواق، إن الأبواق كانت تشير لضربات تصيب تلت الناس عشان يدي الباقي فرصة للتوبة، لكن الجماد كانت عبارة عن ضد الكل، لأنها عقوبات غضب الله ضد الأشرار. ثانيا، ضربات الأبواق أصابت الناس بعد البوق الخامس، لكن هنا الجماد أصابت الإنسان من أول الجام الأول، من أول ما سكب الجام الأولاني. فعشان كده ضربات الجماد أشد عنفا، لأنها للدينونة أكتر منها للإنذار، ومكانها بين البوق السادس والبوق السابع.
وتعالوا بينا بقى نتأمل ونشوف السبع جامات اللي اتصبت وإيه الأضرار اللي حصلت منها. في العدد الأول: سمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. سمعت صوتا عظيما لأنه أمر صادر من الله. اسكبوا جامات غضب الله، يعني الدينونة، أحكام الدينونة ضد مملكة الشر في العالم، استوجبت الدينونة. في العدد الثاني ابتدت الجامات: فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدث الدمام الخبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. هنا الجامة الغضب دي انصبت على الأرض، فهي ضربة موجهة للأجساد اللي مأخوذة من الأرض، وممكن الأرض هنا معناها الأرض اللي هي يملك فيها الوحش، وهذه الضربات عبارة عن أوبئة أو أمراض بتصيب الأجساد اللي استهلكت في الخطية، ففي كثير من الخطايا بتصاحبها أمراض، أمراض فتاكة، يعني أمراض مهلكة، فما بالكم بقى بالأمراض اللي هتنسكب مع الجام الأولاني، هتبقى أفظع وأكبر وأشد بكثير جدا. وعشان كده ربنا بيسمح بهذه الضربات المؤلمة عشان الناس اللي تبعوا ضد المسيح يتأكدوا من أن دعوته كانت فاسدة وكانت للهلاك. العدد الثالث بيتكلم عن الجامة الثانية، الضربة الثانية: ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر، فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. البحر دايما في الكتاب المقدس يشير للعالم المضطرب الآن، اللي عايش في الملذات الحسية اللي من يشرب منها يعطش زي مية البحر. فهذه الضربة موجهة للي انغمسوا في حياة الشر في العالم، فبيبقى زي ميت، ميت روحيا يعني، منفصل عن الله، في حالة عزلة وبعد عن الله. ودول ناس ربنا بيمنع عنهم سلامه وتعزياته، فيصيروا كأنهم أموات. وربما يعني لو حبينا نفهم الآية، تفسير الآية دي حرفيا، هنتكلم على حروب هتسال فيها دماء في البحر، يعني مثلا زي حرب في السفن، أو سفينة هتنفجر ويسيل منها البترول مثلا، يلوث البيئة مثلا، ومعاه تموت كل الكائنات البحرية اللي عايشة في المنطقة ديت، ربما نتيجة الأسلحة المدمرة زي ما حصل في بعض الحروب في حرب الخليج وغيرها. دي كانت الجامة الثانية. الجامة الثالثة بقى: ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى نابيع المياه، فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن، والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. الجام الثالث هنا على الأنهار وعلى نابيع المياه، اللي هي بتبقى مصادر للدخل وللخيرات المادية والأموال عموما يعني، وهيصير عليها صراع لدرجة الموت. وده احنا دلوقتي لو بصينا حوالينا في العالم هنشوف قد ايه العالم بيتصارع على مصادر المياه والينابيع. وبعدين يقول: فأعطيتهم دما ليشربوا، يعني دول ناس يعني لا يشفي غليلهم إلا الدماء، إلا سفك الدماء، صراع رهيب على الأمور المادية في العالم. وممكن دي إشارة لمعارك رهيبة دموية هتحدث، على هتلوث مصادر المياه زي ما حصل في بعض الأحوال في أفريقيا، لما حصلت في رواندا وبوروندي سنة 94، لما مليون واحد اتقتلوا واترموا في البحيرة اللي بينبع منها نهر النيل. ده تفسير مادي. التفسير الروحي بقى ان الانهار بتشير للتعاليم الروحيه، واخدين بالكم، والهراطقه بيشوهوا التعليم، فيجوز هذه الضربه موجهه للهراطقه اللي تعليمهم فاسده مزيفه،
ومصدر موت دم، يعني ما هيش مصدر تعزية وسلام ولكن مصدر للهلاك. وربما تكون هذه الضربة موجهة للذين يتبعون الوحش، اللي الوحش سلمهم مراكز قيادية وقعدوا يبشروا بيه، وتصير تعليمهم مصدر للموت للدم. وكون ان المية تتحول لدم ده اشارة للعطش المميت، سواء للمية او لكلمة الله. ولو شرب المية بيرمز للحياة، فشرب الخمر يرمز للفرح، ولكن شرب الدم يرمز للموت. واللي اعطاهم انهم يشربوا الدم انهم يموتوا لاستحقاقهم، ولانهم اضطهدوا شعب الله. قبل ما نسيب الحتة دي اشاور على حتة كلمة لطيفة جدا قابلناها، اللي هي ملاك المياه. دي بتورينا ازاي ربنا بيحط ملاك حارس لكل عنصر من عناصر الخليقة، عشان الشيطان ما يبقالوش تصرف مطلق فيه فيسيء إساءات بالغة للإنسان. ودي بتورينا ان حركة الشيطان مقيدة في العالم، واذا كان ربنا بيسمح له انه يؤذي احد فكأنها يعني نوع من التأديب حتى يعود هذا الإنسان إلى الله، لأن الله دايما أحكامه عادلة، وكل الأحكام اللي صادرة من الله والملائكة تشهد على عدل الله في أحكامه. بعد كده نتنقل للجامع الرابع، العدد 8 و9. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجذفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. هنا بنلتقي مع الجام الرابع اللي هو بيسكبه على الشمس، وبنفهم من هذه الضربة ان حرارة الشمس هتزيد. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في بعض مناطق في العالم النهاردة بسبب ثقب الأوزون، ثقب الأوزون عمل ارتفاع فظيع في درجة الحرارة، وبعض الناس أصيبت بسرطان الجلد، وبعض البلاد انضرت وبتمر بمجاعات شديدة جدا بسبب الارتفاع الحراري في العالم. فما بالكم بقى لما الملاك يسكب جامه الرابع على الشمس هيحصل ايه؟ من المؤكد انها تبقى ضربة رهيبة جدا، والشمس هتبقى حرارتها عالية جدا. وقال لم يتوبوا ليعطوه مجدا لكن جدفوا على اسم الله. فكان الهدف من هذه الضربة أن الناس تتوب وتعود إلى الله، ولكن قسوة القلوب جعلتهم أنهم لم يتوبوا وظلوا يجدفون على الله. لذلك هذه الخطية سميت خطية مصر، لأن فرعون كان كل ما ياخد ضربات أيام موسى كان يزداد عندا وإصرارا على أنه هو ما يخلقش شعب الله. وقيل أن الشمس هنا بتشير للوحش اللي هيدعي الألوهة، ولكن حكمه هيكون حارقا وملتهبا كالشمس. وإحنا بنتوقف عند هذا الحد من الإصحاح، وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة مقبلة بإذن الله. مزيد الشكر على المتابعة، وربنا يكون معاكم، وإن شاء الله يبقى مصدر بركة وتعزية لحياتكم، ونلتقي بكم في حلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا.